نشرة الأخبار من قناة الساحل، والبداية بالعناوين. الرئيس محمد ولي عبد العزيز يدعو لدعم مرشحي الحزب الحاكم، والمعارضة تدعو الرئيس للاعتذار. اتهامات متبادلة تتخلل انطلاق أكثر الانتخابات الموريتانية مشاركة حزبية. الحصانة ضد الدعاية الانتخابية أبرز هواجس الناخبين الموريتانيين. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل التي تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. دعا الرئيس محمد ولي عبد العزيز الموريتانيين إلى التصويت لمرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الاقتراع المقبل. وأكد ولي عبد العزيز خلال مهرجان أقامه الحزب الحاكم في نواكشوط لإطلاق حملته الدعائية أن دعم حزب الاتحاد يمثل اختيارا لشعار الأمن والاستقرار والبنية التحتية. وقد تحدث الرئيس عبد العزيز أمام أنصار الحزب عن الفساد وتاريخ الدولة الموريتانية معه وخطط حكومته لمحاربته، مذكرا بأن بما تحقق خلال فترة حكمه من بنى تحتية. رأيت هذا الحزب بمجال حزب اتحاد من أجل الجمهورية بشعار، وهذا هو تفرعون به، هذا الشعار تفرعون يوم الزبط إن شاء الله. هذا الشعار لا تنتظروه، سجلوه، يقعد يسجلوا، يقعد يشوفوا ما حل عليه قاع، لأنه هو 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 هو, هو مستقلنا، هو ضمان استمرارية اللي كامل واحدين فيه، هو ضمان الأمن، هو ضمان الاستقرار. لا يطنع يهول علينا ولا يخول علينا حد يلعن عنده خوف، والله وندعم كيف يقول البعض، والله خال، والله جد، والله جدات، مترشح حزب ثاني. هذا هو ضمان مستقبلكم وضمان الأشياء القادمة، لأنه دولة واحدة متحدة متقدمة متماسكة لا يحصل إلا عن طريق الحزب، حزب اتحاد من أجل الجمهورية. دعا التحالف الوطني للمعارضة الديمقراطية الذي يضم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية وإناد والصواب واللقاء الرئيس محمد ولي عبد العزيز للاعتذار للشعب الموريتاني عن التصريحات التي أدلى بها قبل أيام خلال زيارته الأخيرة للحوض الشرقي والعصابة، وفي خطابه الافتتاحي لحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. كيف لرئيس جمهوري أن يستغل وظيفته، معناها الدولة، يستغل الدولة ووسائل الدولة ليقوم بحملة لصالح حزب واحد؟ هذا غريب، وهذا ما قد تخلي، وهذا محرم الدستور ومحرم القانون. توظيف الدولة وتوظيف وسائلها في حملة انتخابية لصالح حزب معين وكونوا يعدلوا بشكل سافر، هذا فيه تحدي للموريتانيين كاملين. أنت رئيس موريتانيا، بس من حيث تعود تتعمد قدام الموريتانيين كاملين أنك حاقرهم وأنك قاصد تعدى الحملة الحزب واحد وبوسائل الدولة، إذن هذا فيه تحدي لكرامة الموريتانيين. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي سيد محمد والبلاعمش ورئيس موقع مراسلون. أهلا بكم. أهلا وسهلا. هل ستؤثر دعوة الرئيس في مسار الأحداث السياسية الراهنة وتغير أيضا في الموازين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤكد أن دعوة الرئيس ستؤثر على المشهد، خاصة في تشتت الرأي الموالي للنظام، حيث ستؤثر دعواته هذه إلى التمسك بحزب الحاكم، وقد بدت ملامح التأثير واضحة خلال اليومين الماضيين. شهدنا تراجع بعض المرشحين عن الترشح ضد الحزب الحاكم في صوب الموالات، ستكون لها تبعات أخرى تتعلق ب
بالحالة النفسية لمترشحي الحزب الحاكم، الحالة النفسية لمترشحي الموالاة، لن تضر المعارضة ولكن قد تؤثر على مرشحي الموالاة في الأحزاب الأخرى، حيث كان لديهم خطاب يقول أنهم موالون وأنهم يدعون إلى ماموريه ثالثة للرئيس. الرئيس سحب من تحتهم هذا البساط وقال إن من يدعو للماموريه الثالثة يجب أن يلتحق بالحزب الحاكم ويجب أن يدعم مرشحي الحزب الحاكم، وأن النظام يمثله الحزب الحاكم فقط باستثناءات قليلة ذكرها في بكتا حواشي في النعمة. أعتقد أن تأثير خطاب رئيس سيكون في صفوف الموالاة فقط ولن يتعدى إلى صفوف المعارضة. لكن الرئيس يدعو لنصرة الحزب الحاكم والمعارضة تتهمه بالتدخل في الشأن السياسي، إلى أين تسير العملية الانتخابية في ظل هذا التجاذب مثلا؟ نحن نشهد تفاعل سياسي حاد في حملة سياسية انتخابية استثنائية، هناك مشاركة غير مسبوقة في هذه الانتخابات، وهناك حالة من التشرم السياسي غير مسبوقة هي الأخرى، حالة من كثرة ترشيحات، من حمى ترشيح واسعة يشهدها البلد. مع ذلك الرئيس يبدو أنه لا يثق كثيرا في مرشحي حزب الاتحاد والجمهورية أو يخاف من هزيمتهم، وبالتالي فهو يشد على عضدهم ويقدم لهم دعما غير لم يقدمه لمرشحي 2013. نحن نعرف أن الرئيس 2013 اعتزل التنافس بشكل مباشر، وإن كانت له تداخلات فكانت تداخلات الخفاء، بينما الآن هو يضع ثقله في هذا الموضوع. هناك حديث عن تحضير لبرلمان معين مواصفات معينة، وأن الرئيس مهتم بهذا الأمر ومهتم بما ستسفر عن نتائج الانتخابات التشريعية خاصة والجهوية البلدية. بالنسبة لما تقوله المعارضة هو خطاب طبيعي، أن تنتقد المعارضة النظام، السلطة التنفيذية في تدخلها في سير الانتخابات، بالتدخل في الشأن السياسي. في الشأن السياسي هم يقولون إن الرئيس يمارس دوره كقيادي في الحزب والدستور يحرم عليه هذا الأمر. يقولون أن حديثه عن مأمورية غير مناسب ومنافي للدستور، هذا خطاب مفهوم من معارضة استمرت على مقارعة هذا النظام لفترة طويلة. يعني إذن أشرت قبل قليل إلى فقدان الثقة، ثقة الرئيس لبعض المرشحين، هل هذا يعني هل يمكن القول بأن قيادات حزب الحاكم عجزت عن اقتناع الناخبين لتستعين بالرئيس؟ لا لا لا، الأمر يتعلق بـ 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 بتفاعلات سياسية وصراعات داخل الحزب الحاكم نفسه وداخل المولة نفسها، أفرزت مرشحين لا يوجد عليهم إجماع، والتشرم الحاصل الذي كان في الحزب الحاكم منذ سنة الذي أحدثته اللجنة العليا انعكس على خيارات مرشحين لا يوجد لديهم إجماع، وبالتالي حدثت مغاضبة واسعة في صفوف الحزب الحاكم، وكان لا بد من أن يأتي الرئيس هكذا. واضح. كسؤال أخير ليعود الكل إلى لقائه. كسؤال أخير، ألا يعتبر كل هذا التخوف من قبل المعارضة أمرا استباقيا ممهدا لهزيمة متوقعة في النزال الانتخابي؟ لا أعتقد أن تدخل أن خطاب المعارضة هو خطاب مفهوم، وهو يأتي في إطار التفاعل السياسي المألوف لا شيء فيه. المعارضة تدعو إلى الالتزام بالدستور، هذا هو خطابها التقليدي، تنتقد النظام، تنتقد تدخلات السلطة في سير الانتخابات، هذا خطاب لا شيء فيه. هل موازين القوى لصالحها؟ هل موازين القوى لصالح النظام الموالاة أو الحزب الحاكم؟ الأيام القادمة ستحدد لنا أين تتجه البوصلة. شكرا الصحفي ورئيس موقع مراسلون سيدي محمد والبلاعمة، شكرا جزيلا لكم.
كشفت الحملة الدعائية للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المتزامنة التي انطلقت الليلة البارحة على عموم البلاد عن سخونة غير مسبوقة في الحملات الانتخابية بموريتانيا، وتعد هذه الحملات الدعائية الأكثر تمثيلا ومنافسة سياسية بين المترشحين واللوائح والأحزاب على مر التاريخ السياسي في البلاد، ولم تسجل أي خروقات أمنية ولا صدامات بين أنصار المترشحين خلال الانطلاقة واليوم الأول من هذه الحملة. أحزاب عديدة قد تصير ترابا بفعل قوانين حددت نصابا لأي حزب أراد البقاء. البقاء للأقوى يقول أحد أجزاء المعادلة الجديدة طبقا لفلسفة الحياة. أما الحياة السياسية فتدخل برمتها في مرحلة من التشكل داخل رحم انتخابات فاتح سبتمبر، فهل تولد سوية وبأي معنى؟ كل شيء يجري الآن هو من أجل فاتح سبتمبر، فيومها لن تزر وازرة وزر أخرى، ولكل حزب يومئذ شأن يغنيه، ومن لم يجد موطئ قدم فقد فاته القطار الذي سيقل البرلمانيين والعمد وأعضاء المجالس الجهوية في محطة واحدة رغم تنوع الاتجاهات. فإلى أين وجهة القطار التالية؟ ونأكد ونرجع عليها ونأكد عليها مرة أخرى، لولا عن رزق لنا بزعيم كيبو ما خلق للنصر بهذي كنا كاملين وفشناهم. كان حاكم للبلد الداشي من أبناء البلد لقير قل ما جبروا قائد كيفو. نحن جد محظوظين خلال العشرات السنوات خطها الرئيس معانا نقولوا له هو ونظام ما لنا مستصرين فيه ولا لنا مستعدين. نعتلوا بلد اللي جايبينه من قاع كان 20 سنة 50 سنة في القاع، نعتلوه وفرشوه ونبنوه. هذا بالضبط ما تحاول التشكيلات السياسية المشاركة أن تؤثر فيه من خلال بعض التصريحات، إضافة إلى مشاركتها في الانتخابات، تلك المشاركة التي لفتت انتباه الجميع عندما شملت الجميع بمن فيهم خصوم الموالاة الألدة. تطور سيضفي شرعية لا محالة على ما سينبثق عن الاقتراع المقبل، أمر ربما حدا بالجميع إلى تكثيف ترشيحاته في الدوائر الانتخابية، إضافة إلى أسباب أخرى من أهمها تمويل الأحزاب المرتبط بعدد المرشحين وتحريم الترشح من خارج الأحزاب نفسها. هذا الإحصاء الانتخابي اللي خلق شابه ياسر من مخالفات وظهرت فيه أمور غريبة، وطلعنا عليها الجهة المعنية اللي هي اللجنة الوطنية في الوقت المناسب، ولكن كان ردها رد فيه التسويف وفيه الاعتماد على تفسيرات نعتبرها غير موضوعية، والوقائع التي هي واضحة هو على أن 1,400,000 ناخب ما يقدون إحصاؤه في ظرف التسابيع. أمور من بين أخرى ساهمت في صخب سبق وقعه الحملة الانتخابية وقد يتواصل بعدها، فالموالاة تعد بمواصلة نهجها والمعارضة لم تتقاعد بعد. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط. تطرح حصانة الناخبين ضد الحملات والدعاية والتأثير على خيارات الناخب من قبل المترشحين واللوائح جدلا واسعا داخل الساحة السياسية، إذ تنقسم الآراء حولها بين مؤيد لما يقدم عليه المرشحون من أساليب دعائية مشروعة كالشعارات والأغاني الترويجية والخطابات، وبين من يرى في الأمر تجاوزا واقتحاما لخيارة الناخبين دون تقديم برامج انتخابية صريحة وقابلة للإقناع والتنفيذ. الدعاية السياسية أو الجانب المشروع منها على الأقل المتعلق بالترويج لبرامج الأحزاب والمرشحين يعيش اليوم في أوج ازدهاره بسبب الحملة الانتخابية التي تعد الفترة المثالية لاستقطاب الناخبين.
فهل تؤثر هذه الدعاية على قناعات المواطنين المسبقة؟ الواقع أن التأثيرات التقليدية كالمعارف والوجود الجهوي والقبلي ستبقى موجودة، لكن التأثير الرقمي سيؤثر أساسا على النخبة المثقفة في المجتمع الموريتاني، النخبة المثقفة التي تصلها البرامج تميز الصالح منها من الطالح. أما النخبة القواعد الشعبية فسيبقى التأثير الجهوي والقبلي حاضرا في جميع الاستحقاقات الانتخابية. طرق عديدة تتبع لإيصال أفكار ومبادئ الأحزاب والمرشحين، فمنها ما هو تقليدي كبناء الخيم ونصب مكبرات الصوت وصور المرشحين، ومنها ما هو عصري وينحصر أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالفيديوهات والمنشورات الدعائية. نعتبر أن الدعاية موريتانية خاصة ذي الأحزاب الذهب دائما أصلا قاع ما تأثر، يقال يعود عند الإنسان إلمام أن هذا قريبه والله من جهته والله من طائفته، وبالتالي يزرق على الاساس اللي له. ومنين هم اللي يعود انسان مواطن واعي ويخرص لله نقول له وقت حالا لو جميع الاحزاب كامله برامج محدده شيء الا متقاربه. الدعايه التقليديه المضافه هذه المره الى الدعايه العصريه يامل الكثير من المرشحين ان تغير قواعد الولاء بالنسبه للناخب الموريتاني لتتجاوز القبيله والجهه الى قضايا الصالح العام. لكنها مجرد أعمال ستسقط حتما في حال أسقط أصحابها عن طريق صناديق الاقتراع، لتبقى للناخب الموريتاني عقليته العتيدة وفهمه الخاص للديمقراطية التعددية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو سيد محمد سالم ولداه نقيب الصحفيين الموريتانيين، أهلا بكم. أهلا وسهلا. كيف يتم حصانة الناخب في ظل هذا الكم الهائل من الحملات الدعائية والإعلامية، وكيف يمكنه التمييز بين الصحيح والخطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشكركم على الاستضافة. طبعا البارحة انطلقت الحملة، والحملة سيكون لها بعد إعلامي هام جدا، خصوصا أنه في ظل ميلاد هذه شبكات التواصل الاجتماعي التي لاحظنا أن الحملة قد انطلقت فيها منذ أسبوع قبل أن تنطلق بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام المحلية. إذن نحن ننتظر أن تكون هذه الحملة حملة شرسة حاسمة لعدة اعتبارات. أولا لأن كل الشركاء السياسيين يشاركون في هذه الحملة من أغلبية إلى معارضة، بالإضافة إلى طيف آخر يصف نفسه بأنه طيف من المستقلين لكنه وظف حضوره داخل الأحزاب السياسية. وبالتالي هذه الحملة، طبعا الحملات عندنا لا تقوم على أساس البرامج الانتخابية، لأنه البارحة عندما قمت بجولة داخل بعض مقرات الحملات من أجل أن ألاحظ هل هناك برامج انتخابية ستقدم إلى هؤلاء الناخبين، اكتشفت أن أغلب ما هو مقدم هو أشرطة من الموسيقى، يعني حملات موسيقية. صور، ملصقات إلى غير ذلك. على كل حال البرامج مفهومها المتعارف عليه في الحملات السياسية وللأسف غائبة على مستوى كل الشركاء، على مستوى كل المتنافسين سواء كانوا معارضة أو موالاة. على كل حال أنت تحدثت عن عدم وجود برامج في بعض برامج انتخابية. برامج انتخابية سيتم توزيعها حتى من خلال الملصقات التي نلاحظ أنها يعني تختزل بعض الشعارات وبعض العناوين البسيطة وبعض الصور. ولكنها لا تعبر بأي شكل من الأشكال على أنها تقدم برنامج، ولو كانت محاور رئيسية لبرنامج محدد في المجال السياسي الاقتصادي. من خلال هذه النقطة، هل هناك أعراف أو قوانين يمكن أن يلجأ إليها لصون الناخب من الدعاية المؤثرة على إرادته؟ طبعا هناك قوانين معروفة مثلا تحدد لكل مترشح، مثلا على المستوى البلدي، مثلا هناك مساحات محددة تحددها البلديات، هناك أيضا مساحات إعلامية من خلال الولوج إلى المؤسسات الإعلامية عن طريق السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقسم بعض الحصص المجانية على كل المترشحين. ولكن قائمة المترشحين هذه القائمة يعني تزيد على 90 قرابة 100 من المترشحين على مستوى على مستوى البلديات وعلى مستوى المجالس الجهوية وعلى المستوى الجمعية البرلمانية. يعني هذا في الحقيقة سيشكل إحراجا للمؤسسات الإعلامية وحتى على مستوى تساوي الفرص من حزب لآخر، بالإضافة إلى الحصص
المعوضة عنها داخل المؤسسات الإعلامية. إذا ماذا عن الدولة؟ كل شيء مقنن، هناك قوانين، لكن هل ستطبق هذه القوانين أم لا؟ ماذا عن دور النقابات الصحفية ومديري النشر والدعاية في مجال احترام إدارة الناخبين؟ إرادة الناخبين. طبعا هذه مسؤولية أخلاقية ومهنية يجب أن يتحلى بها الصحفيون الميدانيون الذين يغطون ميدانيا النشاطات ويتيحون الفرص، وتكون هذه الفرص متكافئة لكل المترشحين. طبعا النقابات دورها ربما يكون دورا تحسيسيا. على كل حال نحن في نقابة الصحفيين الموريتانيين سنقدم نشاطا تحسيسيا في إطار المراقبة، مراقبة هذه الانتخابات، وسنكون ستكون الفرص متاحة لكل الجميع من أجل الإدلاء برأيه، وهذا في إطار النقاش العام، ما في إطار المراقبة. فطبعا إذا كسؤال أخير فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، جانب الدعاية أو جانب هذا عنده نعم هذه متخصصة ومعروفة. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية بدأت تتطور وتتوسع شيئا فشيئا. نعم. ما الضامن الرئيسي ألا يتم التجاوز في حق الناخب؟ هل هو الناخب نفسه أم القانون أم المترشح؟ الضامن هو القانون، القانون الذي ينظم أولا الولوج، طريقة الولوج خلال الحملة الانتخابية إلى وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة كل وسائل الإعلام، وكذلك أيضا طريقة توزيع مساحات التنافس ومساحات الدعاية أمام كل المترشحين. شكرا. ولا بد أن تكون الفرصة متاحة ومتكافئة على الأصح للجميع. شكرا. النقيب الأستاذ محمد سالم والداه نقيب الصحفيين الموريتانيين، شكرا جزيلا لكم. شكرا. تخوض أحزاب سياسية وليدة غمار الانتخابات لأول مرة في موريتانيا عبر طرح لوائح متنافسيه على المقاعد البلدية والنيابية وحتى الجهوية. حظوظ هذه الأحزاب يصفها البعض بالضعيفة بظل انعدام التجربة السياسية وضعف الإمكانيات المادية. انطلقت الحملة الدعائية الممهدة لأكثر الانتخابات تمثيلا سياسيا في موريتانيا. انطلقت الحملة وانطلقت معها آمال أحزاب جديدة النشأة في قطف مقاعد انتخابية تتنازعها عشرات الأحزاب الأكبر سنا سياسيا على الأقل. طرح اللوائح والتنافس على المقاعد البلدية والنيابية وحتى الجهوية يطرح معه العديد من التساؤلات حول فرص هذه الأحزاب الناشئة والتي يصف بعض المراقبين حظوظها بالضعيفة قياسا بأحجام التجربة والموارد المالية، بينما يذهب آخرون إلى أن انفجار الطموحات الشخصية كانت وراء العديد من ترشحات هذه الأحزاب حديثة النشأة، أمر يرى فيه أصحاب هذه الأحزاب تجن عليها ووضعا لعراقيل أمام طموحاتها المشروعة من قبل حرس قديم لا يريد أن يترك لغيره مكانا على حلبة التنافس. وبين الرأيين يبقى الناخب الموريتاني هو الحكم عبر صناديق اقتراع لا تفشي سرها إلا مع عمليات عد الأصوات. تعيش عدة أحزاب سياسية صراعات داخلية بالتزامن مع خوضها للانتخابات البلدية والنيابية والتشريعية التي انطلقت حملتها الدعائية، ويؤكد مراقبون للشأن السياسي أن تلك الصراعات قد تعصف بحظوظ هذه الأحزاب التي بات يوصف بعضها بالعريق. لم تمر عمليات الترشح بذلك الأمان المتوقع من قبل أحزاب معارضة كانت تراهن على الانضمام الحزبي لمناضليها في نكاية بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، لتنقلب الصورة رأسا على عقب حسب محللين للشأن السياسي المحلي. فحسب هؤلاء تخطى الحزب الحاكم عقدته بدعم من الرئيس دعا إلى دعم الحزب والتخلص من كل التزام سياسي خارج إطاره، فبدت إرهاصات الهدوء تلوح في أفق الاتحاد رغم اتهامات المعارضة للرجل بالتدخل فيما لا يعنيه. أول نتائج التشفي السياسي حسب المتابعين حلت بحزب تواصل للمرجعية الإسلامية وقادته المتضررون من خيارات الحزب الانتخابية، حيث اتهم طيف واسع من أنصار الحزب قيادته بتكريس الفئوية والجهوية واعتماد مجلس الشورى لمعايير اختيار المترشحين غير موفقة حسب هؤلاء. لم يسلم حزب تكتل القوى الديمقراطية من عدوى التشفي السياسي، إذ وقف نصف مناضليه ضد قرار الترشح أصلا ليقود النصف الآخر حملتان، حملة انتخابية وأخرى ضد نصفه الأول حسب محللين السياسيين. كما تتهم رئاسة الحزب من قبل بعض الأنصار بالانفراد بالقرار وتقديم الوافدين الجدد على حساب قدام المناضلين.
أما التحالف الشعبي التقدمي فلم يكد يعلن قائمة مرشحيه حتى فقد الثقة من جناح وذيبو ومناضلين آخرين تم إقصاؤهم حسب وصفهم، ليقع الحزب العريق بين فكي أحادية قرارات الرئيس ومحسوبية الهيئة التنفيذية حسب المنسحبين. لم تغادر المغاضبة أروقة حزب اتحاد قوى التقدم منذ خلاف رئاسة الحزب وأمانته العامة حسب البعض، ليتعمق الخلاف مع ترشيحات الحزب وخططه لخوض الانتخابات وسط اتهامات موجهة من بعض الأنصار لأفراد في المكتب التنفيذي بالتخلي عن مبادئ الكفاح والتركيز على القطاف الانتخابي بكل الوسائل. الخلافات الداخلية في صفوف المعارضة تضعف حظوظ كل منها في الفوز على حدة حسب المراقبين، كما تفتح الباب لغرمائهم في الأغلبية لتحقيق مكاسب انتخابية لم تكن بذات السهولة. سجلت انتخابات 2018 المتضمنة لاستحقاقات بلدية ونيابية وتشريعية أرقاما قياسية جديدة في عدد المترشحين واللوائح الانتخابية والأحزاب المشاركة. وحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فقد تخطت الأرقام المسجلة على كل الأعداد في الانتخابات السابقة من حيث اللائحة الانتخابية ومكاتب التصويت والمشاركين. يعقد قادة الأجهزة الأمنية في دول الساحل اجتماعات في العاصمة التشادية نجامينا لتبادل التجارب ومشاركة الاستراتيجيات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. الاجتماع يأتي تحضيرا لعناصر الشرطة في وحدات التحقيق التابعة للقوة العسكرية لدول الساحل والتي تضم أيضا جنودا ودركيين. أعلنت شركة توتال الفرنسية عن عزمها البدء في حفر أبار النفط المشتركة في كل من السنغال وموريتانيا في إطار بحثها عن المزيد من الموارد في أفريقيا. وقال جاي موريس مدير التنقيب والإنتاج في أفريقيا إن الشركة أجرت مسوحات زلزالية وخططت لبدء حفر آبار الاستكشاف في السنغال وموريتانيا، والذي كان قد جرى الحديث على أن بدايته ستكون نهاية العام الحالي أو أوائل العام 2019. وتتوقع الشركة أن تساعد هذه المشاريع في زيادة إنتاجها الأفريقي إلى 750 ألف برميل من النفط في اليوم في أفق 2020، كما اشترت كتل نفطية في غينيا وناميبيا وكينيا. جديد الرياضة مع عماد أحمد بابا. الرياضة من الساحل تي في، أهلا بكم. كشفت مصادر مقربة من نادي سنيم كانصادو أن إدارة الفريق الجديدة دخلت منذ عدة أيام في مفاوضات مع بعض المدربين المحليين لخلافة مدرب الفريق السابق سعدنا محمد لمين الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المصرم. أكدت المصادر أن المدرب العميد بيراماغي الذي سبق وأن درب الفريق قبل سنوات هو الخيار الأقرب لتولي تدريب سنيم الموسم المقبل، مع وجود أعضاء في إدارة النادي تطالب بالتعاقد مع مدرب نادي الكونكورد بوبكر نجوبو. يشار إلى أن بيراماغي كان قد أنهى مشواره مع نادي تفرغ زينة قبل أسابيع بعد قرار إدارة النادي بعدم تجديد تعاقده إثر النتائج السلبية الموسم الماضي، في حين ما زال نجوبو يرتبط بعقد مع نادي
الكونكورد. تعاقد نادي شالك الألماني مع الدولي المغربي حمزة منديل بعقد يمتد إلى عام 2023 قادما من ليلة الفرنسية. كان منديل البالغ من العمر 21 عاما قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل أن يوقع رسميا على العقد الذي سيجاور الدولي المغربي الآخر أمين حارث الذي يحمل نفس قميص الفريق. تلقى منديل تكوينه بأكاديمية محمد السادس بالمغرب قبل الانتقال لنادي ليل الفرنسي سنة 2016، حيث يعتبر من الأسماء المغربية الواعدة. كما شارك اللاعب مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا الأخير. أعلن نادي فرونينوزي الإيطالي صباح اليوم عن تعاقده مع المهاجم الكوستاريكي جويل كامبيل قادما من أرسنال. ووقع اللاعب الدولي على عقد يمتد حتى 30 يوليو من عام 2020 على أن يجري أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد صباح غد استعدادا لخوض مباراته الأولى بالكاليتشو الاثنين المقبل أمام فريق أتلانتا. كان كامبيل البالغ من العمر 26 عاما قد انضم لأرسنال في عام 2011، لكنه لم يستطع لعب دور أساسي مع الفريق اللندني ليعار لأكثر من ناد في أوروبا مثل فياريال وبيتيس الإسبانيين وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني ولوريان الفرنسي. أعلن نادي تولوز الفرنسي عن تعاقده مع لاعب الوسط الكاميروني ستيفان مبيا لمدة موسم واحد. وأوضح النادي في بيان له أن اللاعب يعود إلى الليغ أ بعد 6 مواسم من مغادرة مارسيليا، حيث احترف بعدها بصفوف كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي وإشبيلية الإسباني وترابزون سبور التركي. كانت آخر الأندية التي لعب لها مبيا هي هايبي فورتشن الصيني لمدة 2 قبل أن يغادر صفوفه في فبراير الماضي. توج اللاعب والذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية بلقبين للدوري الأوروبي مع إشبيلية في عام 2014 و2015، كما سبق وتوج بلقب الليغ أ مرة واحدة مع مارسيليا وكذلك كأس الرابطة المحلية في 3 مناسبات. وصلنا إلى نقطة الختام، تحية وللقاء. شكرا لك عماد. وبالرياضة نختم أخبار الساحل. تذكير بالعنبي. الرئيس محمد ولي عبد العزيز يدعو لدعم مرشح الحزب الحاكم، والمعارضة تدعو الرئيس للاعتذار. اتهامات متبادلة تتخلل انطلاق أكثر الانتخابات الموريتانية مشاركة حزبية. الحصانة ضد الدعاية الانتخابية أبرز هواجس الناخبين الموريتانيين. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.